اتفرج على شوية بقى صور، يعني احنا اتكلمنا مع زينة، تعالى نشوف بقى كده شوية صور مع بعض ونعلق عليها مع بعض. ده كنا في نادي الجيش القطري احنا الثلاثة، انا واحمد وهاشم، ودي صورتي انا. كان ماتش احنا تعادل وفاضل 7 ثواني وجبت جون المكسب. جبت الجون في اخر ثواني. كان والصوره دي بتاعت احمد، كنا برضو بنلعب الاخويه دي زي اهلي وزمالك هناك، وكسبنا الحمد لله. وده هاشم بقى على طول هو مدي الفيس ده. من اللعيبه يعني ما شاء الله عليه، يعني مش هقدر اتكلم عليه، هو خلاص تاريخه دلوقتي بيتكلم عليه هاشم. طبعا. طيب كلمنا بقى على الصوره ديت. الصوره دي كان عيد ميلادي. وكنا في قطر، دكتور محمد شوقي ده كان معانا هناك، والدكاترة الشطار جدا جدا جدا. كان احمد في بيت احمد، وهو اللي جايب لي التورتايه، واحتفلوا بيا يوميها، كنا برضو في قطر. ده كان عيد ميلادك. كان عيد ميلادي انا. كان عيد ميلادك انت. الصوره ديت هنا كابتن احمد الاحمر. احمد هنا بيبوس دماغي. احمد يعني من اللعيبه اللي انا بعيد عن اللعب وكلام من ده، انا بحبه شخصيا. حتى لما كنا بننزل نلعب كنت بهتم ان احمد يطلع باحسن صوره في اللعب. ان انا كنت بفضل يعني اعمل له شغله واحاول اخليه يعني زي ما بيقولوا كده، لو هو 10 على 10 كنت بحاول اخليه 20 على 10. فاحمد العلاقه ديت هو شايفها في الملعب وحاسسها. كنت بخاف عليه جدا وبحب اخليه في قيمته، حتى لو هو مش في موده او مش في ادائه، بعرف افصله لحد ما ارجعه تاني. فهو كان حاسس بده. هو حاسس بده، والعلاقه ما بينكم قويه طبعًا جدا. طبعا كويس. طيب عايز اسالك، طيب على بقى اخر حاجه بقى كده، اجواء العيد. قول لي اجواء العيد بقى بتبقى عامله معاك ازاي؟ بتعمل ايه في اول يوم؟ بتعمل ايه يوم الوقفه كده؟ اول حاجه بتعمل ايه في العيد؟ بص اقول لحضرتك حاجه، انا مبسوط جدا في العيد، ان انا بحس ان انا ايه، المكان اللي انا قاعد فيه انا صاحبه، مبقاش حد قاعد الا انا. كله اللي انا ما بحبش اسافر في العيد، انا ما بحبش الزحمه. فالناس كلها بتسافر، وفي الناس اللي بترجع بقى لاهاليها في المحافظات الاخرى. فبحس ان انا في بيتي لوحدي، في المكان اللي انا ساكن فيه، امشي بالعربيه لوحدي، امشي المحور لوحدي. بحس ان القاهره جميله جدا. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، اول يوم بصلي برضو عند الحاجة في مصر القديمة أنا وولادي، وبنفطر مع الحاجة، وبعد كده بنرجع إيه على الشيخ زايد. أنا بقعد أخد العربية ولف في مصر كلها، مبسوط جدا، لأن مامي المدام ساكنة معانا في الشيخ زايد، فهي والولاد بيروحوا لها على الفترة المسائية. فأنا بقى باخد عربيتي وأقعد ألف ومع أصحابي، والقاهرة فاضية، وتحس إن القاهرة أحسن محافظة في الدنيا، ولا زحمة ولا دوشة ولا أي حاجة. عايزة تروحي أي حاجة فعلا 10 دقايق ربع ساعة، 10 دقايق ربع ساعة، ببقى مبسوط جدا. لكن مش بحب، مش من وقت السفر في العيد خالص.